تقع الكفرى في الجنوب الشرقي لليبيا، وبالتحديد جنوب برقة وشرق فزان في قلب الصحراء الكبرى. تحدها 3 دول هي مصر والسودان وتشاد، وتمتد مساحتها في إقليم صحراوي كبير يشغل ثلث مساحة ليبيا. وتنتشر على هذا الامتداد واحاتها المتناثرة التي تشكل طوقا طبيعيا يلف مركز الواحات الجوف، وهو المركز الحضري الذي يمثل مدينة الكفرى. وترفرف رايات الحرية وأعلام التحرير فوق مدينة الكفرى منذ 23 من فبراير. وإلى جانب هذا الموقع الاستراتيجي والمتميز، فإن إقليم الكفرى يمثل جزءا مهما من احتياطي النفط في العالم كما تشير الدراسات الجيولوجية، ويمثل حقل السرير النفطي الذي يقع ضمن منطقة الكفرى أهم وأكبر الحقول النفطية لليبيا. ويعد هذا الحقل من إنجازات الملك الصالح إدريس السنوسي. إن هذه المدينة التي تتمتع بكل هذه المميزات والموارد الطبيعية من مياه ونفط، فإن أهلها يعانون منذ 20 عاما من طريق محفرة متهالكة غير صالحة للاستعمال، تسببت في حوادث سير كان ضحيتها ما لا يقل عن 1000 مواطن ليبي من الذين لا قيمة لهم عند نظام القذافي، ناهيك عن 200 السيارات والشاحنات. إنها طريق الكفرى بوزريك 200 كيلومتر تربط الكفرة بالساحل، يسميها أهل الكفرة طريق القبور، وهي حقا كأنها لحود تنتظر ساكنيها. اصطحبنا معنا أطفال 17 من فبراير، نريهم إنجازات القذافي حتى لا ننسى مخلفات 42 سنة من التخلف. فأراد الأطفال أن يداعبوننا مختبئين في تشققات الطريق، ولسان حالهم يقول: الحمد لله الذي من علينا بثورة 17 من فبراير وحررنا من حياة الفقر والشؤم. فسكان مدينة الكفرى خلال 20 سنة مضت لا يطمحون إلى جسور ولا أنفاق ولا ناطحات السحاب ولا الأبراج، بل كان مبتغاهم وغاية مناهم طريق صالح للاستعمال تربطهم بالساحل لا تعتريه الحفر ولا التشققات. كيف يسعف المريض فوق هذه الحفر في مدينة تعاني من نقص في العناصر الطبية؟ كيف تنقل البضائع؟ أي نوع من السيارات؟ أي معاناة كان يعانيها سكان مدينة الكفرى؟ أسئلة نترك إجابتها للمغرر بهم ممن يؤيدون القذافي، ونقول لهم إن عين الشمس لا تغطى بالغربال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهز هذه الفرصة يترحم الأرواح شهداء ثورة 17 فبراير وشهداء الذين سقطوا على طريق الكفرى البري المؤدي إلى الشمال. هذا الطريق لم نهنى ولم نفرح به أبدا، إنما هو عبارة عن دالة حتى لا يضيع الناس في الصحراء، ليس بطريق حقيقة كما متعارف لديه في دول العالم المتحضر والمتطور. إن نظرت إليه فتجده كله يكاد يحوي قبورا لما قتل من ناس وضحايا كثيرة وقعوا من هذا الطريق، فأدى إلى انقلاب العديد من العربات والحوادث بسبب تكسر وتشقق هذا الطريق وإهمال النظام الليبي لصيانة هذه الطريق والاهتمام بها. فمن يمر على هذه الطريق يرى أنها ليست بطريق في الحقيقة، إنما هي عبارة عن دليل وخيط أسود ممتد على الأرض يدل الهائمة إلى منطقة في صحراء تبعد عن الساحل قرابة 1000 كيلو. وشكرا. الكفرى حوالي 250 كيلو من قديمة ملكي قديمة واجد، كانت تقول يعني من 80 أو قبل 80، يعني أنا أعتقد أن الأحداث أتشاد ما كانتش فيه بلكة الطريقة دي، لأن جت بالصدفة مع أحداث أتشاد، وجت خدمة تعبانة كما تلاحظوا فيها، خدمة كلها مقلعة وكلها أدت بأرواح كثيرة.
كبيرة وتعبت الناس وبهدلت السيارات طبعا ما تمشي عليها مشتين ثلاثة خلاص ما عادش تنفع تستهلك نهائي ويستهلك العجل. بالإضافة إلى الحوادث اللي حصلت فيها قلت لك اللي تطلع تفادي أحيانا يلاقيك واحد من الجهة المقابلة وتقعد حوادث واجد حصل ولا الدولة اهتمت بيها ولا حاولت تصلحها ولا حاولت تجي تشوف حتى من بعيد يعني إلا وعود يشوف والله تصلحوها ويكرم هذا إلى الآن ما فيش أي حاجة. بالإضافة حتى الداخليات اللي داخل المدينة هذه اللي ممكن شوفون ولا شفتون منتهية تماما وكأن في دولة من الدول التعبانة اللي ليست دولة أصلا يعني ليست دولة نفطية ولا دولة فيها أموال وفيها موارد بشرية ومالية واجدة يعني فمش عارف إن الموضوع ليش هل هو حقد على المواطن هل هو حقد على المنطقة هل هو حقد شيء الحقيقة ما لا أستطيع إني نزيد أي شيء من هذا الكلام اللي قلته. نتكلم على مشكلة طريق الكفرة. طريق الكفرة هذه لها 20 سنة ونحن قاعدين صابرين ونرجو كل عام يقولوا صلحوا العام الآخر كل عام يقولوا صلحوا العام الآخر وشكينا لكل مسؤول والقذافي هذا مش عارف اللي بيننا وبينه شنو يعني مش عارف السبب. احنا ما ندرين نسول حد احنا مؤمنين بالله ورسوله ونبو حقنا نبو الحرية نبو نكون أحرار. هذه تو بلادها لا احرار بالوضعيه هذه قطران مكسر وعيالنا قاعدين كل ما يطلعوا من الكفره ماشيين البنغازي ولا جايين منها حاطين ايدينا على قلوبنا ان نصلوا ولو تعد تو بالناس بالمئات اللي موتوا في الطريق هذه هذا نتيجه كله نتيجه الاهمال ونتيجه ضياع حقوقنا. احنا حقنا احنا نبو حقنا نبو حقنا في الحياه. احنا عمرنا كملنا لا تو لما في الانقلاب في 69 عمري 16 سنة أنا تو ما عاد نبي شيء من الحياة لكن نبي مستقبل عيالي نبي مستقبل عيالي يعيشوا حياة كريمة زي الشعوب الأخرى. إحنا ما نشفق فقراء إحنا عندنا أموال إحنا مالنا اللي تحت الأرض هذا مستعد يسعدنا ويسعد جميع فقراء العالم مش يسعدنا غير إحنا وحدنا. مالنا من 42 سنة كله وزع على الشعوب الأخرى ونحن قاعدين طريق الطرق بتاعنا مكسرة الشبكة الكفرة كلها ما فيها شبكة الطرق كلها طريقة مكسرة. نحن صراحة نبو حقنا نبو حقنا كشعب ليبي كشعب ليبي قاوم الاستعمار ودفع الثمن غالي على أرض الليبية نبو حقنا في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر طريق الكفرة بوزريق أسوأ طريق في ليبيا وهي أسوأ طريق في العالم ولا يوجد مثل هذا الطريق في دول الجوار ولا يوجد بهذا الطريق علامات مرورية وحصلت في هذا الطريق عدة حوادث مرورية مؤلمة وخطيرة جدا منذ أكثر من 20 عاما مضت حصلت وفيات يعني حصل عدد الوفيات إلى حوالي 1000 شخص وإصابات بليغة وصل إلى 2000 شخص وإصابات بسيطة وصلت إلى 3000 شخص ومركبات متضررة وصلت إلى حوالي 5000 مركبة متضررة بسبب هذه التكسير الذي حصل بهذا الطريق. إن طريق الكفرة بوزريق شاهد عيان يروي حكاية أفقر شعب وأغنى دولة. فمن على هذه الطريق وفي هذا المكان وقبل أيام من قيام ثورة 17 فبراير المجيدة كانت شاحنات القذافي تنقل آلاف الأطنان من الإسفلت لتدك به الطريق في تشاد وفي منطقة أم جرس بالتحديد مسقط رأس إدريس دبي. فيا ترى هل تجوز الصدقة وأهلها جياع؟ عز الدين الزوي الكفرة.